أعضاء حملة إحنا مبادرة خيرية دائما يعني مناسبة العيد نحاول أن نفرح هاي العوائل الأيتام والعوائل المتعففة نكسيهم. فكرة شباب غير منتمين لا الأحزاب ولا المؤسسات كحملة إنسانية. عندنا أعمال كثيرة من ضمن الأعمال هي كسوة العيد. طبعا الفضل أول شيء لله سبحانه وتعالى، والشيء الثاني الفضل للناس المتبرعين، لولاهم إحنا ما نقدر نفرح هاي الناس المساكين والمحتاجين. تجي المتبرعات مالتنا، هسه احنا حاليا احتمال في الساعه للعشرة ونص 11 راح يخلص تقريبا من الباوع على المعرض تلقي شبه ما راح نرجع شبه ما تخلص الاعوال، لان ما شاء الله يوميا مشينا 200 250 طفل. فش احتياج يعني ايش قد ما تريد الذب ايش قد ما شاء الله يروح يخلص العوائل. فان شاء الله يعني بشويه لاخر قلنا لك الساعه بالعشرة او ب 11 راح نسوي جرد ونرجع للعالم، والعالم تجي تبرعات على ضوء نقدر نشتري ونجهز هاي، باعتبار احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك وريد نرسم هاي الفرحه على وجوه هاي الاطفال الايتام والعوائل المتعففه. يعني اليوم الثالث على التوالي بيت ابو فاضل، اخ ابو فاضل مسؤول الحمله، يعني الاخوه اعضاء الحمله تشوفهم كخليه نحل، يعني جاي يشتغلون هاي من الصبح والليل بباب الفطور يجون هنا ببيت ابو فاضل، مستمرين بتوزيع الملابس للفقراء والناس المحتاجه، احنا عندنا عوائل مسجله عندنا بسجل، الاخ ابو يقين مسؤول عليه بهذا السجل يمه، وكل عوائل مسجله وارقام تليفوناتهم وعناوينهم. وجاي تشوفون يعني الفرحه المرسومه على وجوه الاطفال، النساء، يعني فشي نخفف، احنا ما اقول لك نقدر اللي نقدر نسوي نخفف عنكم كل شيء، بس احنا حملتنا متبنيه عمليات جراحيه، بناء بيوت للفقراء، وهاي المبادره يمكن ما مطروقه بمحافظه واسط، يعني الاخ ابو فاضل فاتح بيته لهاي الحمله للناس الفقراء، يعني هاي صار ثالث يوم، يعني انا من الناس من اليوم اجتني تبرعات بحدود 800,000 دينار. مخولين قالوا وين تستخدموها استخدموها، احنا راح نصرف قسم منها للمعرض الخير للملابس، وعندنا بناء دور، وعندنا عمليات جراحيه، عندنا سلات غذائيه، يعني مو بس عمل واحد احنا، الحمد لله والشكر، هاي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الناس المتبرعين، احنا لا تابعين الجهه السياسيه ولا الجهه الحزبيه، مجرد ناس مؤتمنين، ناس تتبرع عنا، احنا نجي ننفذ يا اما ملابس يا اما سلات يا اما عمليات، ننشر عن طريق صفحاتنا بالفيسبوك. الناس تتفاعل ويا الحاله، واحنا مؤتمنين يريد يجي بنفسه هو يقدم الخدمه كان بها، واذا هو يخون، والحمد لله والشكر. كل الهدوم مش وسخة، بس اروح على المدرسة هدوم وسخة، تقول المعلمة تقول لي ليش هدوم مش وسخة، هدوم مش هدن وسخة، بس ارجع بيت بيهن ارجع بيهن بالبيت ارجع بيهن واروح بيهن، وهدوم كل الوسخة مال المدرسة ما عندنا هدوم، هدومنا كلهن مشققة، عندنا هدوم بس كلها مشققة. جيت هاي الحملة وخلت تطونا ملابس ويطونا مسواك هما. نريد الهدوم لنا للعيد وما عندنا، كلها هدومنا مشققة، حتى هدوم ما عندنا بس مشققات، حتى البنات يضحكن علينا يظل يقول لنا انت ما مشتريات ما هدوم للعيد، احنا اشترينا احلى من اشياء انت ما مشتريات، ويضحكن علينا حتى انا اظل حتى استحي واظل هنا حتى خجيل هوايه واقول اذا نعتمد
بس يجننا ونحن كل شيء ما عندنا. وهاي ابو فاضل جانا وقال له انا حنعطيكم حمل هدوم، والله يوفقه طانا جاب لنا ذن الهدوم. حملة إنسانية خيرية في محافظة الواسط بالتحديد الكوت منذ 7 سنوات، واحنا متبنين موضوع العوائل، يعني احتياجات العوائل، يعني مثلا اللي ما عنده سكن، اللي ما محتاج كسوة، اللي محتاج سلة غذائية، اللي محتاج عملية. إن شاء الله احنا مستمرين طبعا من ضمن برنامج حملتنا الإنسانية اللي هي حملة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو السميع عليم. عد فتحنا معرض للسنة الثانية، لأن تعرفون الوضع تخربط، الدولار صعد، كنا ناخذ العوائل للمحلات، لكن العام والسنة فتحنا معرض في داري اللي هو يشمل كل المحتويات. مثلا عندنا قسم الحلاقين، عندنا قسم لأحذية كرمون، عندنا ملابس، يعني بحيث ما يحتاجه يطلع كامل العائلة، تطلع كاملة نكسيها كسوة عيد. وهاي مبادرة إنسانية طبعا بجهود الناس الخيرة مو بجهودنا، اللي هي هم الداعمين إن الحملة، وبالإضافة إلى أخواننا أعضاء الحملة موجودين هسه كلهم بالمعرض. ونسأل الله أن يفرج على هاي الناس، الناس كلش تعبت مثل ما جاي يشوفون، يعني حصل عليها الناس ملابس، تعرفون يعني أقل شيء، يعني أقل عائلة إذا تريد تكمل بالسوق 200,000، فإحنا هنا يأخذون بالمجان بجهود الناس الخيرة، جزاهم الله خير الجزاء. يعني تصوروا طفلة هي دوامة لابسة السدرية، شافها أستاذ حسن، يعني هاي السدرية حتى المعلمة ما تروح لها الصبح تقول ليش ماما هاي سدريتك وسخة، تقولها والله ما عندي بس هاي. يعني تصوروا والله العظيم، يعني هسه عد الفيديو، حتى عد الفيديو، يعني من هذا وقيس. وهاي أختها من جيرانها مشتري ملابس، تقول احنا اشترينا وانتم ماكو، خطيه وظل تبكي وتاكل يعني بقلبها، والناس تعرف ما حد لهم شغل بها بالنسبه للاقارب. خطوه مباركه من الاخوه، وعلى راسهم الاستاذ عباس عقيلي والمجموعة من الشباب، للم شمل ورسم الابتسامة على وجوه الأيتام والعوائل المتعففة. هذا الجهد العظيم المبارك الذي يقوم فيه في شهر رمضان وفي كل شهر في السلة الغذائية وتلبيس الأيتام، خطوة مباركة، وندعو المسؤولين بالمحافظة إلى مكاتفة هذا الرجل ومجموعته التي التعب لا يقاس ولا يضاهى بشيء. تعب من الصبيم وفاتح بيته شهر لمدة شهر، وكل الأتعاب لهاي لأجل رسم البسمة على وجوه الأطفال. ندعو من السيد المحافظ والسيد قائد الشرطة والمسؤولين والميسورين الحال أن ينظروا إلى هذا المشروع العظيم الذي بدون مقابل مجموعة متبرعين يجمع ويتعب لأجل رسم شيء جميل بدون مقابل، وهو المقابل العمل الصالح أمام الله. لكن انت من ما ترضى الى السوق وصعود الاسعار بالمواد الغذائيه والملابس مال الاطفال، وتجد عائله كامله مكمله هي وافراد عائلتها تلبس وتطلع، والمكرم انه بمسله غذائيه شيء ليس بالهين، شيء مو هين. اليوم احنا خصوصا عوائل الايتام والمتعففين والراتب المحدود والقياس المحدود له، تجي على شيء العائلة تتكون من 4 نفرات، 5 نفرات، 6 نفرات، ويخرج بملبس جديد كامل للطفولة، رسم الطفولة. هذا شنو؟ هذا يقاس بشيء؟ دولة ما تقدر تصرف هالتصرف هذا، من يلبس له 1000 عائلة باليوم، 1000 فرد، بال200 عائلة، 300 عائلة، هذا يراد لها مؤسسة كبيرة ما تقوم بها. لكن هالجهد هاي المجموعة بالفناء ما تقاس ولا يقاس لهم. بس الحقيقة تكمن لأن هذا الرجل ما تابع للأحزاب ولا إله شغلة بالأحزاب، وإنما مؤسسة خيرية يدعم لأي كل جهة. هو الشعب العراقي شعب باعتباره خصوصا بعد صعود الدولار شعب تعبان، لا ما يقدر يستقر بقى عيشة. لكن عندما تجد هاي الأطفال ومن كل المناطق، خصوصا المناطق الفقيرة الدخل المحدود، الوافدين، حي الجهاد، النصر، الحكيم، شارع النفط،
هاي العوائل الفقيرة جاية تلبس هاي، هذا يكون المردود يكون قوي. جهد حكومي، نار بعيد عن الأحزاب، ما أريد الأحزاب، بس المسؤولين بالحكومة المفروض ينظرون هذا المشروع العظيم.